التحقق من عنوانك لكسب المال والحصول على اموال يوتيوب، زومبي اليوتيوب حرفيا. والله الموضوع ده بيعمل حرفيا قلق كبير جدا للناس، وبيعمل فعلا مشاكل كتيره جدا مع الناس، وانا مش فاهم الناس خايفه من الموضوع ليه. يعني انتوا خايفين ليه من القصه دي؟ الموضوع ده متعلق بايه؟ بكل بساطه الموضوع متعلق بالبين كود. البين كود اللي هو المفروض ان انت لما بتوصل لل10 دولار ادسنس بيبدا يبعت لك البين كود اول مره بشكل تلقائي، وهو بيبقى رقم تعريف شخصي، بيبقى رقم تعريف جاي لك عن طريق جواب بيجي لك تبع البريد التابع لمنطقتك او التابع لعنوانك اللي انت حاطه في جوجل ادسنس. تمام، بالنسبه للقناه اللي معايا دي جالها رساله، الرساله دي بتقول ايه؟ تظهر سجلاتنا انك لا تزال بحاجه الى التحقق من عنوانك، تم ارسال رقم التعريف الشخصي للحصول على عنوان الدفع الخاص بك قبل 3 اسابيع، ابحث عن تسليم بريدي من جوجل ادسنس وتحتاج الى التحقق من عنوانك عن طريق ادخال رقم التعريف ومواصله الربح على اليوتيوب. بكل بساطه القناه دي بعد ما وصلت لل10 دولار بدا ان هو ادسنس يبعت لها البين كود بشكل تلقائي، وبالفعل اول مره هي ما استلمتش البين كود، يعني اول مره البين كود ما جالهاش على البريد وما عرفتش ان هي تستلمه. ففي الحاله اللي شبه كده عشان برضو ادخل معاك في الموضوع بشكل تفصيلي اكتر، لو جينا هنا دخلنا على جوجل ادسنس بالشكل ده بيقول لك دفعاتك معلقه لانك تحتاج الى اثبات صحه عنوانك، واثبات صحه عنوانك دي اللي هي البين كود. طيب انا دلوقتي عايز اطلب البين كود للمره الثانيه، او بمعنى اصح البين كود ما جاليش في المره الاولانيه، فانا محتاج ان انا اطلبه للمره الثانيه، ساعتها انا هعمل ايه؟ انت بتدخل على جوجل ادسنس بشكل بسيط خالص، وبتيجي هنا كده على الدفعات، ومن الدفعات بتيجي على تاكيد الهويه والعنوان. بعد ما بتيجي هنا على تاكيد الهويه والعنوان بيقول لك التحقق من العنوان بحاجه الى اهتمام، وهنا بص بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك يتبقى لديك 3 محاولات. ادسنس بكل بساطه بيبعت البين كود اول مره بشكل تلقائي لما انت بتوصل لل10 دولار. حاله ان هو لو ما جالكش اول مره بتبدا انك بعد 3 اسابيع بتبدا انك تطلب البين كود للمره الاولانيه بشكل يدوي اللي احنا نعرفها مع بعضينا دلوقتي. لو في حاله ان هو ما جالكش المره دي بتبدا انك تطلبه مره كمان بعد مرور 3 اسابيع، في حاله ان هو لو ما جالكش بعد مرور 3 اسابيع بتطلبه المره الثالثه والاخيره، في حاله بقى لو ما وصلكش المره الاخيره خالص ساعتها انت بتبدا انك تفعل حسابك بالبطاقه الشخصيه. والموضوع ده طبيعي خالص، مفيش فيه اي قلق على الاطلاق، يعني سواء البين كود جالك او البين كود ما جالكش انا مش عايزك ان انت تقلق، هو البين كود كله مجرد رقم هو ادسنس بيبعته عشان بس يتاكد انك شخص حقيقي وان العنوان اللي انت كاتبه في ادسنس مش عنوان وهمي، يعني بمعنى اصح كده عنوان له وجود على الخريطه زي ما احنا بنقولها كده بالبلدي. عشان كده لازم اي واحد منشئ محتوى لما يجي يكتب عنوانه او يكتب بياناته في ادسنس لازم تكون مطابقه تماما للبطاقه الشخصيه. وانت بقى بتعمل اللي عليك في الاخر، سواء البين كود جالك او البين كود ما جالكش، الموضوع لا يفسد للود قضيه زي ما احنا بنقوله كده، كده كده الحساب هيتفعل بالبطاقه حاله لو البين كود ما جالكش. طيب انا واحد من الناس دلوقتي، انا المفروض ان انا اعمل ايه عشان اطلب من ادسنس ان هو يبعت لي بين كود تاني؟ بتيجي هنا على اعاده ارسال رقم التعريف الشخصي، بتضغط عليه بالشكل ده بيقول لك اعاده ارسال رقم التعريف الشخصي، سيتم ارسال رقم تعريف الشخصي بين اللي هو البين كود، وركز بقى كده معايا في الجمله اللي جايه دي، مكرر الى العنوان الدفع الخاص بك. يعني ايه مكرر؟ يعني هو ادسنس لما بيجي بيبعت البين كود او لما في قناه بتوصل لل10 دولار ويبدا ان هو يبعت لها البين كود بشكل تلقائي، الرقم اللي هيجي لك اول مره حاله ان هو لو ما جالكش اول مره هو هو الرقم اللي ممكن يجي لك تاني مره، او هو هو الرقم اللي ممكن يجي لك تالت مره، او هو هو الرقم اللي ممكن يجي لك رابع مره. يعني ما بين كل المرات ادسنس مش بيغير البين كود، لا هو نفس الرقم بيبعته. يعني اول مره هو بيبعت لك رقم، طيب المره دي ما وصلش بتبدا انك تطلبه فبيبعت لك نفس الرقم هو هو، طب المره دي ما وصلش بتطلب له المره الثانيه بيبعت نفس الرقم هو هو، المره الثانيه ما وصلش بتطلبه ساعتها للمره الثالثه وساعتها برضه بيبدا ان هو يبعت نفس الرقم. عشان في هنا انا باكد ليه على الموضوع ده، لان في بعض منشئين المحتوى ساعات او في بعض الاحيان البين كود بيوصل لهم مرتين، فساعتها منشئ المحتوى هنا بيبقى مش عارف ان هو يعمل ايه، ادخل الرقم ده ولا ادخل الرقم ده. انت بكل بساطه انت لو فتحت الجوابين هتلاقي قدامك هم نفس الرقمين بنفس كل حاجه، فالموضوع ده مش عايزه ان هو يعمل لك قلق، لان كده كده ادسنس بيبعت البين كود اصلا مكرر او بنفس الرقم اللي هو اصلا حطه اول مره او بعته لك اول مره. بتيجي بعد كده بتعمل هنا اعاده ارسال رقم التعريف الشخصي، بتضغط عليها بالشكل ده، هنا بيقول لك ايه؟ سيتم قريبا ارسال رقم تعريف شخصي بين جديد الى العنوان الجغرافي، وهنا بيكون كاتب لك العنوان اللي انت حاطه المفروض في جوجل ادسنس او اللي انت مسجله في حسابك على جوجل ادسنس. وفي حاله لو البين كود ما وصلش في اي مره من المرات قبل ما تيجي تفعل بس بالبطاقه، ساعتها بيكون تم ايقاف الاعلانات على قناتك لغايه لما انت تبعت لهم البطاقه بتاعتك، او لغايه لما انت تبدا انك تقول لادسنس انا والله ما قدرتش ان انا استلم البين
كود وفي طريقه بنقدر ان احنا نفعل بيها الحساب بالبطاقه. ساعتها بيتم مراجعه البيانات بتاعتك وحرفيا بيردوا بسرعه على الموضوع ده، مش بيتاخروا، يعني ممكن كبيرك 24 ساعه لا اذا اصلا كملوا ال 24 ساعه. يعني انت ممكن اول لما تبعت البيانات بتاعتك على طول، في حاله لو هتفعله بالبطاقه ممكن اول لما تبعت على طول بيانات ممكن يتم الرد عليك ويقول لك ان هم خلاص ثبتوا صحه العنوان بتاعك وان البيانات اللي انت بعتها دي خلاص هم اكتفوا بيها واستغنوا بيها عن البين كود، وساعتها الاعلانات بتبدا ان هي تظهر على قناتك خلال ال 24 ساعه. فموضوع البين كود انا مش عايز حد يقلق منه اطلاقا، جه ما جاش الموضوع كده كده امره سهل، مفيش فيه اي مشكله على الاطلاق. بعد 4 أيام من تاريخ تصوير إعادة إرسال البين كود في الجزء الأولاني من الفيديو وصل لصاحبة القناة البين كود. هنعمل إيه دلوقتي عشان نقدر إن إحنا ندخل البين كود ويبقى كده خلاص عملنا إثبات لصحة العنوان؟ كل اللي عليك دلوقتي اللي أنت هتعمله إنك هتفتح جوجل أدسنس بشكل طبيعي خالص زي ما أنت متعود إنك تفتحه، وهتيجي هنا على قائمة المهام بيقول لك إثبات صحة عنوان إرسال الفواتير. تم إرسال رقم تعريف الشخص بالبريد يوم 24 ديسمبر، ومن المفترض أن يستغرق وصوله من 2 إلى 4 أسابيع، ويرجى إثبات صحة عنوانك بإدخال رقم التعريف الشخصي الذي أرسلناه إليك. بتيجي هنا بكل بساطة بتضغط على كلمة تحقق. بعد ما بتضغط على كلمة التحقق بيفتح معاك الصفحة دي، بيقول لك إدخال رقم التعريف الشخصي بين الذي أرسلناه عبر البريد إلى العنوان الدفع الخاص بك. في بس حاجتين قبل ما نيجي ندخل رقم التعريف الشخصي أو البين كود لازم إن أنا أنبه عليهم صناع المحتوى. الحاجة لو رقم واحد، وهي لازم وأنت بتكتب البين كود لازم تكتبه بشكل صحيح، يعني بمعنى أصح ما تحاولش إن أنت تجرب، لأن اكتشفت في خلال الفترة الأخيرة إن في بعض صناع المحتوى لما بيتأخر عليهم البين كود بيقول لك انا هخمن رقم وممكن يطلع معايا صح. مفيش الكلام ده اطلاقا، انت لو عملت حاجه شبه كده ممكن حسابك يتعلق وممكن يحصل لك مشكله كبيره جدا في الحساب. فوالله البين كود جه، البين كود ما جاش، الموضوع مفيش فيه اي مشكله اطلاقا. زي ما قلت لك في الجزء الاولاني من الفيديو ممكن ان احنا نفعل الحساب بالبطاقه الشخصيه بعد اتمام المحاوله رقم 4 من ارسال رقم التعريف الشخصي. وانت بتكتب البين كود هنا تكتبه بشكل صحيح زي ما هو مبعوت لك في الجواب. الحاجه رقم 3، البين كود ما بيوصلش لصاحب الحساب او لصانع المحتوى، مش بيوصل له على البريد الالكتروني، يعني مش بيوصله على الايميل، عشان برضو ده اعتقاد خاطئ في الفترة الاخيرة عند بعض صناع المحتوى ان البين كود بيوصل لهم عن طريق الجيميل التابع لأدسنس. لا، هو بيوصل لك عن طريق جواب، الجواب ده بيكون واصل للبريد التابع للمنطقة بتاعتك او التابع للعنوان اللي مكتوب في حسابك على جوجل أدسنس. تمام كده، هنيجي هنا دلوقتي رقم التعريف الشخصي للتحقق المكون من 6 أرقام، بنضغط عليها وبعد كده هتدخل رقم البين كود بشكل طبيعي خالص 4482272، هو ده رقم البين كود اللي هو وصل لصاحبة الحساب. بعد كده هنعمل ارسال. خلاص بعد كده ما عملنا ارسال التحقق من العنوان، هنا كتب لك جنبها ايه؟ كتب لك جنبها مكتمله. حد دلوقتي هيجي يقول لي طب هشام دلوقتي فوق لسه دفعاتك معلقه لانك تحتاج اثبات صحه عنوانك. هنضغط هنا كليك يمين كده، بعد كده هنعمل ريلود. ادي كده الاشعار اللي باللون الاحمر راح، كده انت مفيش عليك اي حاجه انك تعملها، كده انت خلاص اثبات الهويه مكتمله، التحقق من العنوان مكتمله، كده الحساب بتاعك ماشي بشكل طبيعي خالص بدون اي مشاكل. حد دلوقتي هيجي هيسالني طيب انا دلوقتي عايز اضيف بقى حساب بنكي، عايز اعمل حساب بنكي اربطه بحسابك على جوجل ادسنس. هنيجي هنا على معلومات الدفع كده، هتلاقي هنا طريقه الحصول على دفعاتك واضافه طريقه دفع تلقائي. ممكن بكل بساطه تلاقيها ظاهره وممكن ان هي ما تلاقيهاش ظاهره، المهم ان هي هتظهر معاك في خلال 2 أسبوع، يعني بمعنى اصح طريقه الحصول على دفعاتك ممكن ان هي ما تظهرلكش على طول، ممكن بعد البين كود بحوالي 2 أسبوع. فالمهم ان هي كده كده هتظهر بدون اي مشاكل خالص، بس لازم انك تتاكد بكل بساطه انك هنا مختار حساب الدفعات اللي هو يوتيوب، لان هنا لو ضغطنا هنلاقي في حسابين دفعات، في حساب دفعات ادسنس مصر وفي حساب دفعات يوتيوب مصر. تأكد ان انت مختار يوتيوب مصر، هتلاقي هنا عندك ادارة طرق الدفع او بمعنى اصح طريقة الحصول على دفعاتك اللي انت بتضيف بيها من خلالها الحساب البنكي. هو ده كان الفيديو بتاع النهاردة بكل بساطة اللي انا حبيت ان انا اعرفك فيه ازاي انك تعمل اعادة ارسال للبين كود في حالة ان هو لو ما وصلكش اول مرة، والحاجة التانية ازاي لما البين كود يوصل لك تقدر انك تدخله في الحساب وتفك تعليق الحساب بحيث ان انت كده تبقى قدرت انك تثبت صحة عنوانك. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتبه تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشير وسبسكرايب واشوفك الفيديو الجاي. سلام.